نبدي بالدايركت بعدين نروح الفاينل. يعني هاي المحاضرات الثلاثة لليوم ست محاضرات هي فقط الدايركت. ليش فقط تأثير دواء ال... يعني شلون بيأثر؟ دواء التارجت أو الجسم؟ التارجت يعني الجسم. عرفت صار السريع عرفت شنو الجو السريع. الموضوع متعلق بالفارماكودايناميك أو بالإنتراكشن أو بالدراج والجسم. اللي هو يسمونه ستريك إفكت أو يسمونه ستريك فيتشر أو الدراج. ستريك فيتشر أو الدراج. يعني مرات مثلا دراج معين يفضل في الكونفيجريشن على حسب كونفيجريشن ثاني. ليش هذا التفضيل؟ بسبب الستريك فيتشر مالته. لما أقول ستريك يعني أقصد بيها اوكي يعني مثل اثنين صايره وكأنما ما تنطي شان ريجيد بروبرتي بالكومباوند خليه ريجيد. نقول ريجيد يعني ما تخليه عند روتيشن بحريه عاليه. وكأنما يكون كومباوند عند الدراج ريجيد. يعني من هاي الناحيه ما اخذ لا بيستريك افكت او لا او ستريك فيتشر. يعني المجموعه الاوتوماتيه راح تثبت المجاميع بسبيس معين. بدون ما يصير روتيشن بدون ما يصير شنو عندي ستريك في شكل دراج. هاي مجموعه اوتوماتيه. ليش؟ لان هي بلين يعني هي بلان يعني تاخذ شكل واحد خلينا نقول. يعني شنو يعني ما بيستريك الفكره الاوتوماتيك ما بيستريك فيتشر. انا لما يكون الدراج او كومباوند ريجيد الارض مالته ثابته مكان معين ما عندها روتيشن في روتيشن. ايضا النوتابل بون. النوتابل بون سواء بس من المحاولات السابقه ما كان يجينا ستيك افكت كنا ناخذه بالحسبان انه هو كان يعني يلغي يعني كان يشتري ايونيزيشن يلغي. لا هو اوتوماتيك. اوكي. وبي ار جروب. وي ار هاي الار جروب ايش بيها؟ بس المحاولات السابقه كانت راح اخذها بغير مجال. راح اعتبر الار جروب متصلة بحلقة اوتوماتية. مواقع الار جروب ثابتة تقدر حلقة اوتوماتية، يعني تحطها بمكان معين. لأن مرتبط بالبلاي مال اوتوماتيك. يعني الستريك افكت، الستريك افكت ما مرتبط بالار جروب، مرتبط بال بالحلقة الاوتوماتية ثبت الار جروب ببوزيشن معين. طبعا. يعني ما تخليها تاخذ غير بوزيشن، لا، لأن متصلة بالبلاي مال اوتوماتيك. واضح حد هنا؟ الدبل بوند او النوتابل بوند خصوصا الدبل بوند ايضا تنفع فيكس بوزيشن. مثل ما قلنا المحاضره السابقه انه يكون دبل بوند يعني لينير يعني بوزيشن ما تهمنا بوزيشن ثابت فيكس بوزيشن. نفس الشيء الدبل بوند بس بالدبل بوند راح يطلع لي مو ريزونانس اسس والترانس او البي والسيت. اوكي هو صحيح يعتبر فيكس بوزيشن بس راح يكون بشكلين اما سيس او ترانس. اوكي مفاعل عليه هذا الدور مره ترانس ومره سيس كونفيجريشن او يسمونه جيومتريك ايزومر. اللي عنده اكثر افكت من يكون ترانس. اما سيس عنده 7% اكتيفيتي از استروجينيك اكتيفيتي. عنده 7% استروجينيك اكتيفيتي. دكتور يعني من صار هيك التوجيه اتجاه العواصف من الاكثر تقريبا صارت نفس البلين هذا الاتجاه. يعني ستريك فيتشر تتاثر بين الريد والبرون. ستريك فيتشر انه يقارب بين الرجوعات من يصير موقع اسس راح يكون ستريك فيتشر. يعني جميع الفوق ايش مينا؟ تقاليد من يكون ترانس ستريك فيتشر اقل
بايندينج احسن من الريسبتور ستيبلايزيشن لان صار تقريبا نفس الاثنين لو تشوفون هنا دبل بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند دبل بوند يعني هذا كونجكيت سيستم اول ستيبل وبلين وحده صارت اما هذا مو نفس الاثنين يعني يمشي بهذا الاتجاه بس الموتي اخر يعني ستريك فيتشر هاي ستريك فيتشر اثر على البايندينج اثر وين اثر على الاكتيفيتي نفس الوقت هذا يعتبر مو ستيبل بسبب هذا الخاصية اللي صار بنفس الكونجكيت اللي هي الدبل بوند والاوتوماتيك الزومر اللي هي سيسو الترانس اول اي وزن هاي سنة جيومتريكا هاي الزومر تطلع ويا الدبل بون تطلع ويا الدبل بون مثل ما اتفقنا ايوان اللي هي سيسو الترانس او اي وزن الكيميكا وسيكال بوبرت المختلفة اوكي هاي اثر وهي اثر على الستبيوشن مالتها اثر على البايمينج والرسيبتر مالتها كل اثر اثر وهي اثر على الاكتيفيتي مالتها زين كل هذا محسوب على أساس شنو؟ السريك إيش هذا موجود فابدي زد فابسيس فالترانس كثار النانا هو الزد توكسيبين والإي توكسيبين شاطة هو بالفارة بعدين واحدة رابعة قال أنت بدرسة الدراج أنت بدرسة الإي توكسيبين يشتغل نوربينفرين نورفين ري ابليك انهبيتر هاي شلون ميكانيزم؟ ما تشيل بستخدم ان شاء الله بطل بس تعرفون ميكانيزم مالته از انتي ديبرسنت يشتغل على نورفين از نورفين ري ابليك انهبيتر اما الزد يشتغل على 5 هيدروكسي تريبتامين ايوه 5 هيدروكسي تريبتامين ري ابليك انهبيتر سيارتين نفس نسبة الإي إلى زد نسبتهم نسبة 85 إلى 15 الإي أكثر الإي أكثر الإي مثل الترانس الإي مثل الترانس معناته من الترانس بيسترك إفكت أقل استيبولتي أكثر فهنا أنا شوفت نسبة الترانس أو الإي أعلى من الزد شلون حسبنا اي وزت من هذا الكومباوند هاي اصلا مزدوجه الجميع اللي عارف جهه الاوروماتيك عندما تكون الار ار 1 هاي المجموعه هي مجموعه البوك كومباوند والار 2 هي ايش زين هاي اصلا مزدوجه ار 1 مجموعه بوك اللي هي الطرف الثاني انتبهوا كربون كربون اكسجين الطرف الاخر كربون 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 اكسجين يا هالباقي هنا هاي جدا لان كربون جت الاكسجين لا لا الباقي هنا فيها حسابات ثانية as dominant structure يأثر عليها شنو الالكترونيجاتيفيتي مال الاتوم لأن هنا عندي كربون كربون أكسجين فصارت هاي المجموعة فالكين بتصل دايركت في الأكسجين كربون كربون أكسجين هنا كربون 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 يلا جل أكسجين هنا دفيس هنا إلكترون نيجاتيفيتي داش يعني عندي إلكترون نيجاتيف أتوم إلكترون نيجاتيف أتوم زين شو يعني شنو علاقة البالك يعني هنا حتى أحسب الإي والزد إذا كانت البالك يضرب نفس الاتجاه راح يكون زد يشبه السيس هاي بالظبط وإذا شرط اتجاه مختلف يعني R1 اللي هي شرح تكون H والـ R2 راح تكون الـ R2 راح يصير هنا الـ R2 وهنا الـ R2 الثانية راح يصير عندي شنو هو؟ E isomer حتى تعرفون شلون حسب الـ E والـ Z نقول هذا E doxygene
يعني الار 2 هنا اللي هي هنا المجموعه الرئيسيه، والمجموعه الرئيسيه هنا سميتها اي ار 0. اذا سبتها ايش قد؟ 5. ليش؟ لان هو المور ستيبل قلنا عليه وبيسترك افكت بس قليل مور اكتيفيتي، وبالتالي مور اكتيفيتي. واحنا غير على اللي نحسبها غلط اكثر في حال ما كانت الامور موجوده، يعني نحسبها اكثر يعني شو طاف هنا كلور وبرو. يو هالمجموعة المسيطرة للطرف هذا؟ لا. سيال. بين كونكتد اتوم. هنا كلور هي المسيطرة. الطرف الثاني منو؟ برو. يا وعلى الالكترون قلت. كلور. كلور. بروميون. بروميون. راح يكون السيال. السيال على الالكترون اكتيفيتي. معناته هنا عند السيال. أنا عندي نسميها configuration class نسميه E E أرزم E أرزم من كل مجال من طرف من شابها وطرف من شابها راح يسميه trans أو cis، يعني من كل مجال مختلفة كلها راح يسمي تسمية E أو Z، من كل مجال من شابها طرف من شابها طرف ثاني راح يسميه cis أو trans، يعني شلون شابها طرف يعني عندي سي اتش 3 وسي اتش 3 اها سي اتش 3 هنا سي ال هنا سي اتش 3 هذا ترانس وهنا سي اتش وهنا هذا نسميه ترانس زين هذيك المجاميع المختلفة نسمي اي اذا سي ار معناته مجموعة هذا ادراك اللي هو سيفوزين اللي هو سيفالسفورين ايضا بي اي وزد ال E عند more activity against gram negative bacteria. ال E isomer عند more activity against gram negative bacteria. شو حسب ال E والزد هنا؟ هم حسب ال هنا عند أصلا مزدوجة. من تكون ال H هنا. يعني هاي ال H خلنا نرسمها هنا. ال R group CH3 هنا اوكي والار جروب الثانيه بهاي الاتجاه معناته حرف اليسارين صار عندي شنو هنا؟ اي ايزومر او ترانس اسميه هنا اي ايزومر اذا بالعكس اذا شفت السي اتش 3 هنا احسن عندي شنو هنا؟ زد زد ايزومر اذا سطروها بالمحاضره الله يكفاك اعطيها بالعكس دير بالك الله يكفاك اعطيها بالعكس انا وضحتها شو قلت بي وشو قلت بس المحاضرة بس المحاضرة يعني لو قريتوها هنا راح تشوفوها بالعكس الكتاب كاتبين انتم خلوها ببالكم شو قلت بي وشو قلت ز الز عند مور اكتيفيتي اجينست جرام نيجاتيف قصدك دكتور يعني ال R1 وال R2 كاتبين بالعكس؟ اي نعم بس اذا طبقنا هنا تخلي ال R1H وال R2CH3 ما ينطيك الز ينطيك الـ نضيك لي ايزن هنا نفس الشيء يعني عمل كتاب ما اعرف خطا اوبن شيء يعني ما ضبط يعني دكتور اذا صححها بس الزت بدل الاي وصير نفس اللي قلته؟ اي يعني جروبون اذا شفتوها بيها مشكله جروبون زين؟ ترى سنجل بوند ان يسموه كونفورميشنال ايزومر كونفورميشنال ايزومر والكونفورميشن يعني كونتيشن يعني اكو روتيشن اصلا سنجل بوند يصير فيها روتيشن تعطيني شنو اكثر من كونفورميشن مره يسموه اكليبس كونفورميشن ومره استبر مره استبر يعني شنو اكليبس راح افترض دبلت كربون اوكسجين اوكي سي اتش 3 وهنا H وهنا H دوت كربون ثانية بيها OH
ايسر مو كليبست ايسر من تكون جميع البار قريبه من بعضها نسميه كليبست ايسر وهذا بيسترك افكت كلش عالي بيخلي الذره او المولكيول تاخذ غير كونفورميشن فعاليه او حق الاواصر يعني خلينا نقول شنو استريك افكت تضطر حتى تتغلب على الاستريك افكت تاخذ غير كونفورميشن احنا راح يصير عندنا روتينشن احسن روتيشن زين انا شلون راح امنع؟ شلون امنع روتيشن؟ نعم ايش قلنا عليه بالمحاضره السابقه؟ بالريجيتيكيشن ويا شلون راح يصير روتيشن؟ راح يصير استكر استكر اما نسميه جوش او نسميه انتي كونفورمال تشوفون هنا الـ OH صارت أبعد عن الـ CH3 صح؟ صارت هنا سوية هنا صارت أبعد هاي سميه جوش أسميه جوش كونفورمر أكو بعد كونفورمر ثاني يسميك أنت كونفورمر اللي هو هذا من اسمه أنت؟ يعني وعد عكس الثاني راح يسمى العكس فوق يسمى OH example يعني example من عندنا غير example عادي يصير بس نبدأ انت تعرفونه هذا سنمية الانتي conformer but more stable one ليش more stable one لان بيه اقل استريك افكت اصلا ما لي استريك افكت كل المجال يعيش فيها بتتعب عن بعض إذا أتعين بـ single bond راح يصير بيها rotation راح تنطيني أكثر من conformation مرة eclipsed مرة gauche مرة anti-conformer you all prepare an anti-conformer لأنه ما بيسترك والأكثر بيسترك الأقرب أقرب واحد اللي هو eclipsed eclipsed يعني عندي هذا المثال المجاميع الباقي هنا اللي هي الـ OH والـ NH3 صح هذا conformer و eclipsed conformer بس stable باي هاي واجين بوند تسوي حلقة شبه سيارك باي هاي واجين بوند الانترا هيدروجين بوند صح eclipsed multiple pair بالحالة الطبيعية بس الهيدروجين بوند تحول من not preferred إلى preferred conformer. هيدروجين بوند فانت شنو stabilize stability فانت شنو rigidity or structure. بتخلي rigid structure ما بي rotation أصلاً. إذا صار ما بي rotation سرعتها more affinity للreceptor. selective أكثر راح يصير. أقصى. تقلل الدوز الليفل. تقلل الدوز. حد هنا أوكي؟ أخير واحدة. صح هذا الكونفورمر راح أرسمه بهاي الطريقة هنا عندي NH3 راح أرسم طريقة نيوما وهنا عندي H وهنا عندي H هنا CH2 OH وهنا عندي H وهنا عندي H هذا هو كيف ستعزمه لأن جميع الباقي شبيهة وحدة يبلغ not preferred by strict hindrance بالحالة الطبيعية بس هنا صار preferred by effect of intramolecular hydrogen bond يعني عندي الدونر والاكسبتر موجودة بنفس المولكيول وصار عندي شنو intramolecular hydrogen bond حولت من not preferred إلى preferred تكتر هذه الحالة بس ويا الـ NH3 يعني هاي الحالة لان بيحبوا ايش اكون NH3 هاي كإجزام ممكن شلون يتحول الـ NH3 إلى NH3